رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، طبعا في الضفة الغربية وقطاع غزة احنا، ومنتشرين في كل مدن ومحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. المسألة الثانية، احنا قدمنا إلى بلجيكا من أجل حمل رسالة، هذه الرسالة حول أسرانا داخل السجون واللي عددهم 4700 أسير. هناك في ملفات حساسة بيعانوا الكثير، جينا نشرح معاناة هؤلاء الأسرى إلى الخارجية والبرلمانات الأوروبية. وهناك عنا عدة ملفات داخل السجون، المرضى، الأطفال، الأسرى، نوضح كيف هذه المعاناة اللي بيعانيها الأسرى، وخاصة في ظل قدوم الحكومة الجديدة ومدير الأمن الداخلي اللي بترأسها اللي هو بن غفير، وكذلك سموتريتش وزير المالية. أولا كأسير سابق أنا أمضيت 17 عام داخل سجون إسرائيل، وعينت بهذا المنصب كرئيس هيئة شؤون الأسرى كوني ملم في موضوع الأسرى، والأسرى 4700 أسير. الهيئة بتقوم في العناية للأسرى داخل المعتقل، سواء كان من خلال المحامين، تأمين الكنتينة لهم، من خلال الاستشارات القانونية. أيضا نعتني إحنا في أهالي وذوي الأسرى، نعتني بالأسير وهو داخل المعتقل، وكذلك بعد خروجه من المعتقل بتأهيله أو يعني الجامعة، ممكن أنه نساعده في دراسة الجامعة، في التأهيل كسائق شاحنة، كالمهن الحرة، كل هذه إحنا بنساعده ونغطيه مشان يقوم في هذا العمل بالمستقبل ويعتمد على نفسه.